الله طول ابصر باليوم، شو القصه؟ ليكون مو جاي اليوم. ما بصير ما يجي، شو قال لي ابي انه كل يوم بيجي بهالوقت. لو مو جاي كان اخذ الصندوق معه. صحيح والله، هيك كمان ليك الصندوق. هلا بنيه، هلا بنيه طيبه وظريفه، هلا بنيه بتستنى يا حبا. السلام عليكم. اهلين يا اخي، قرب على الهيلطيه. خلونا نسال بياع الهيلطيه، هو رفيقه وبيعرفه. قرب على الهيلطيه، الهيلطيه صغيره وظريفه. مرحبا عمو. اهلين يا عمو. بس بدي اسالك سؤال. اذا بدك تسالني على الهيلطيه، معي هيلطيه طيبه وظريفه يا عمو. لا لا عمو، ما بدي اسالك على الهيلطيه. لك عن شو؟ ابو صبري تبع عجايبك عجايب، جاي اليوم ولا ما انا جاي؟ اذا مو جاي حتى نروح على بيوتنا. لا يا عمو، ابو صبري جاي، وصل على البيت يجيب بكره جديده ويرجع. شو يعني بكره؟ يعني قصه جديده يا عمو. ها قلت لكم جاي، شفتوا كيف؟ لكن اعطينا هي لطيه، خلينا نتسلى فيها عبر ما يجي. ايه تكرم عينك يا عمو. يا الله يا الله. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا ومرحبا. نهارك مبارك ابو محمد. اهلين يا ابو صبري. يا الله. اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه. شو جايين تحضروا قصه جديده من قصصي؟ لسه ركبت قصه جديده؟ لكن ركبت قصه جديده خلنج لسه ما حدا شافها. انتوا اول ناس بدهم يشوفوها. اتحشوا لي وشكم بهالازايز لشو؟ يلا. ايه حبيباتي، كان في والي اسمه خسرو، كئيب الطلعة والهيئة، لحيته وصلاني الخصره، ونظراته وقحة وجريئة، وكسمه مثل بعره بعره، وخزاينه بالذهب مليئة، منظره بيقرف من طول عمره، مدربس وهيئته قميئة، وبنطرونه مفكوك زره، وبيقعد وبيفرشخ بهالطريقة، ومع انه شرشوع ومغسول قدره بيشكل بطربوشه عقيقة، وللعلم ما في سنان بتمه، وبيتشردق بالسليقة، ولما بيبتسم صغره بيفكر ضحكته مضيئة، وما في واحد بقصره بيسترجي له الحقيقة، وعنده 200 خدام بأمره وأربع نسوان وعشيقة، ولما بيلتهي بسكره بيحكي كلمات بذيئة، وعنده مهرج هرو هرو بيضحك المرات طليقة، بيطبل له بيزمر له بيسمعه أحلى موسيقى، ولما بيمل منه بيرفسه بإجره وبيدعسه بصرمايته العتيقة، وإذا صدف حكوا ظهره عشرة بحكوا له يا دقيقة، ولما الهم بيعصر صدره بيتفتل بأركان الحديقة، وبيكزدر بغابات قصره مع الفلتانة والمريقة، والشعب عايش من فقره مثل كلاب السويقة، وعم يشكي من القمح وسعره، وعايش على خبز الوسيقة، والضرايب كسرت ظهره وشعلت بعمره حريقة، العيش الحلو للوالي وللشعب مره، هيك حكمة ربك والمشيئة. ومرة من ذات المرات حس الوالي بالملل وضجر من الحكايات ووض النوم والغزل، والمهرج مهما عمل حركات ما عم يضحكه شو ما فعل، وبصبحية من الصبحيات عن على باله يصطاد حجل، عطى أمره يروحوا للغابات يلي على سفح الجبل، هيئوا الخيل والعربات وانطلق الموكب بالعجل، وخسرو عم يفتل هالشنبات وعم يبيض مراجل لبين ما يوصل، وكان هالوالي لتات نص حكاياته دجال. وصلوا الغابة الظهريات وذبحوا للوالي جمال، وتغدوا من هالمشويات وتحلوا زبدة وعسل، وبعد ما شربوا زهورات إجا وقت الجد والعمل، شمر الوالي عن هالعضلات وتنحنح وعطس وسعل، وقال لهم شو رأيكم يا أبضايات نصطاد الأرانب والجقل، أنا روح قلبي بهالحياة
لحم الأرانب. نعم. بالعسل. هاتوا البارودة يا ولد. هات. وليكم إذا قال فعل. على غفلة هب الهوى والطقس الحلو تعكر وتلعبج الغيم بالسماء والجو احمر وتغبر والبرق لمع وضوى ونوره رح يحمي البصر وزمجر الرعد وعوى والريح صوت سقر والشجر مال وانطوى وخبط على الأرض وانكسر ونزلت المطر من السماء غزيرة وقد ما قلت أخزر تعب الوالي وانزوى وارتفع معه السكر ومن خوفه حنك والتوى وتعوز من هالمنظر وتكوم بأرضه وانحنى وانزعج كتير وتكدر وتجعلك من تيابه يلي انكوى وصار يبهدل العسكر بس كلهم بالهوى سوا وكلهم بالأرض تبسمر اشتدت الريح وعصفت والوالي رح يعمل تحته وكل ما شجرة قدامه انقصفت حن لقصره ودفى تخته طلعوا لبعيد لقوا كوخ بسفح الجبل عند جرد دحشوا براس الوالي طاقية جوخ حتى تحمي نافوخه من البرد ومشوا فيه وهو مثل الجني الممسوخ وهيئته من الزعر تشبه القرد مشوا مشوا والريح عم تدفشهم لورا والمطر عم يصفقن صفق ووصلوا للكوخ بالعرى دحموا الباب ورعبوا الخلق كان بهالكوخ رجال كبير ومرأة على الحصيرة لازقين ببعضهم لزق وعم يدفوا على نار حلو منظرها وعم يحطوا لها حطبة يابسة وعرق اطلعوا جايين بعيون مفنجرة شافوا الوالي شفافه زرق وكسموا بالطاقية والوحل مسخرة وشكله مثل قطة عين الطرق ولما عرفوا شخصية الوالي المعتبرة قلبهم من الرهبة صار يطرق طرق وكانوا طابخين شوربة ومجدرة وبصل مقلي ومخلل وسلق حطوا على النار الطنجرة والوالي من جوعه راح يلفق لفق طعموا دفوا عظامه المزنطرة وشعلوا له كراسي الخشب وحرقوا انحرق وغرغرت الدمعة بعين الوالي غرغرة وشفق عليهم وشعر بغصة بالحلق وأمر يجيبوا لهم أطعمة فاخرة وهبطت عليه مشاعر المحبة والصدق أمر يخصصوا لهم من المعونات أكبر جزء ولما شاف الدلف والحيطان المهرهرة أمر بتدعيم الكوخ بشط الطرق أكل الوالي شرب الوالي وانقطعت المطرة وودع العيلة وعيونه بالدمع عم تبرق برق كان باستقبال الوالي بالقصر جمهرة من الخدم والوصيفات يلي بفشوا الخلق حمموا وبخروا بالمبخرة وعملوا شوربات سخنة شرقها شرق وشعر بالأمان والراحة والسيطرة والطمأنينة والرخاء والدفء ورجع للضحك واللعي والسرسرة وانزاح عن كتفه كل العبء دخل رئيس العسكر وقال له مولاي هيأنا أحمال السكر والطحين للجماعة قال له شو المناسبة يا أبضاي؟ قال له أنتوا أمرتوا بهالشيء قبل ساعة قال له الجماعة عايشين فيني وبلاي وما بظن في ببلادنا مجاعة قال له مولاي شعبك جوعان ومشتهي الخبز وما عم يلاقي من الخبز حاجته قال له هي أنا الوالي الرمز استغنيت عن الخبز وعم باكل جاتو فهمتوها؟ ما فهموا صغار الحياة بتعلمهم بكرة بيفهموها مالك لي أمين شو دي لك
خاف يفتح لك الموضوع تقوم تنبحت وتعيط علي. خير ان شاء الله. ليش بشو عم تفكري؟ بصراحة عم فكر موضوع السيارة. يعني بعد هالشقة بتاعتي بحقنا نركب سيارة. كل الناس اللي ما بيملوا عينك صار معهم سيارة. لك انت شو عم تحكي؟ شو سيارة وميارة؟ شو جنيت ولا عم تحلمي؟ لا جنيت ولا عم بحلم، بس اللي عم يركبوا سيارات مو أحسن منا. والله يا عبير إذا ضل الوضع هيك ما حدا رح يصفى عنده سيارة، لأنه الناس رح تبيع اللي فوق واللي تحتها كرمال الضرايب. ليش ضريبة السيارة وترسيمها كل سنة ما بيكسبوا الظهر؟ والله ماني عارف منين طلعوا لنا بشغلة هالضرايب. وصندوق المأمورية حالف مين ما يخلي ليرة بجيب المواطن. قومي يا عبير، قومي سكري لي كل الشبابيك والأبجورات. ليش بقى؟ لك بدي فش قلبي، بدي اشعر، بدي عيط. قومي. شو بك امين؟ هدي حالك، والله نص ال 1500. لك المشكلة انه مو بقيان بجيبتي لاخر الشهر الا ال 500، ويا خوفي تطير مني بشي ضريبة جديدة. لك قومي. امري لا الله.